طريق كركوك تكريت كابوس يومي بضحايا لا تستثني الأحمر، وتأخر التأهيل وغياب المفارز المرورية في دائرة الاستهداف. عملية عسكرية لتجفيف ممرات الإرهاب في المثلث الصحراوي بين صلاح الدين والأنبار ونينوى، ورئيس صندوق إعادة الأعمار يتابع مراحل المشاريع. البرلمان بمواجهة حاسمة مع العفو العام والأحوال الشخصية، وجموع تمنع جماعات مسلحة من مصادرة منفذ مندلي في ديالى. تطمينات بعدم تأثر رواتب الموظفين بتقلبات أسعار النفط، وثلاث دول تشترك بتحرير عراقي بعد استدراجه لزواج سوريا.